How come after I have already booked, there's nothing showing under my name? I apologize, sir, yet possibly a problem with the booking website. I can't deal with that. I have a booking confirmation here. Yeah, of course, sir, of course. I repeat my apology again. Here is your reservation with a little upgrade on your room. It is a sea view now. Please, sir, accept my apology and enjoy your stay. تعمل حاجة معطلة؟ بصراحة بعمل مليون حاجة. في انت خايف مني ولا ايه؟ على فكرة انا كويسة ومش شاربة حاجة النهاردة. عايزة ايه يا هدى؟ عايزة ايه؟ يا اخي جاي اعتذر لك، مامي قالت لي اني عكيت الدنيا خالص امبارح. هدى انت عندك مشكلة في موضوع الشرب ده، المفروض تشوفي لها حل. ما هو من غلبي بقى هعمل ايه؟ بس انت عارف ايه حلها؟ لو حد بس يجي معايا البقر. هدى لو سمحتي. انا عارفة انك خفت عشان اللي عملته امبارح، بس احنا ولاد عم، المفروض نبقى صحاب، وبعدين انت عارف الظروف اللي انا فيها. انا عايز ايه يعني؟ بلاش تيجي معايا البار يا سيدي، بس ارجوك انسى اللي حصل وخلينا نكمل صحاب، وانا لو متضايق من حاجه اجي احكي لك. ممكن؟ عبد الرحيم، هابي بيرثداي تو يو. هوف. هو انت متخيله ان انا بعد كل ده هقعد بقضي عيد ميلادي معاك انت يا بنت ال بت ايه؟ اتلم يا بت يا بنت اللذيذ. ايوه كده. لا وايه؟ قاعدة مستنية يخلص شغل ويجي لي بقى بسرعة. مش ده شغل برضه؟ بيسموه بزنس يا حبيبتي. وعشان انا هبلة وعبيطة قاعدة مستنية التاني يجيلي ورد يقول لي أنا آسف يا رشروش أنا غلطان إني سبتك وياخدني ويقول لي مش هعمل كده تاني. أنت بذمتك شفتي هبل أكتر من كده؟ مالك قاعد تلف وتدور حواليا ليه؟ انت زهقت مني يا بابا ليه؟ يا حبيبي ما زهقتش ولا حاجه، بس مش عادتك يعني مستغرب. لا عادي حبيبي، انا جاي اتعلم منك، لان ساعات لما اميره بتتاخر في البنك
بضطر اخش بقى اعمل انا شويه اختراعات كده على قدي. المهم ما تعملش اختراع حلو زي البابا الغنوج بتاعه. لا 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 بابا الفجوره دي ايه؟ دي اكله جديده. لا يا حبيبي ده اختراع قعدت اظبط فيه سنين وسنين لغايه ما بقى اللي هو عارف الهيلمان والاوتيل وكله كله قايم على الطبق ده. بس انا يا بابا عمري ما دقتها قبل كده. هتاكلها بكره يا حبيبي وتدعي لي، بس خلي تامر ينام معايا وانت خد راحتك بقى، وبعدين احكي لي بعد كده عملت معاك ايه فجوره. شكلها اكله بقى للكبار فقط. هو ده سر الفجوره اللي عازمني سنين لحد ما ظبطته. لها دبل اكشن، تنايم الصغيرين وتصحصح الكبار، عشان كده بنقدمها بالحجم العائلي. صوص الفجوره جاهز على التاتش بتاعك يا ست السفينه. وسامع كويس، عالي صوتك. بقول لحضرتك صوص الفجوره جاهز على التاتش بتاعك يا ست السفينه. كده هو في الناس كلها مشيت ليه كده؟ لانه ما ينفعش حد خالص يبقى موجود مع سياده السفير وهو بيعمل صوص الفجوره، لانها سر وخط احمر. اتفضل. يلا حبيبي يلا. لا بابا اكيد مش مفيش حد فوق القانون. يلا يلا اتفضل. لا زيد كامل. ايوه حبيبي انت اللي فوق القانون. يلا هو اللي هيقعد معاك. يلا اتفضل. يلا حبيبي هتتفرج على جدي وهو بيعمل فجوره. يلا.